القبائل مشاكل الميليشيات وقتل هو في قريه بتاعه وبرضه عندنا شيخ اخونا قضيته شيخ عبد القادر برضه امام مجد ملكيه ملكال برضه استشهد فهؤلاء هم شهدائنا وهم قاده في العمل الاسلامي. أصدر محافظ مقاطعة المابان بولاية عالي النيل بدولة جنوب السودان السيد تيما تينو قرار قضاء بنزع أسلحة الميليشيات المعروفة محليا بقوات دفاع المياه في الأسواق ويأتي ذلك بعد الأحداث في المابان والتي راح ضحيتها 6 من عمال الإغاثة وعدد من المواطنين. وأوضح المحافظ في تصريح لراديو تمازج أن القرار جاء عقب اجتماع ضم السيد بيتر بال ممثلا لقيادة الجيش الشعبي بالمنطقة والسيد توماس أبيك من جانب قوات دفاع المابان كاشفا أن الطرفين اتفقا بعدم دخول سوق المدينة بالأسلحة والزي العسكري هذا إلى جانب اتفاقهما على نزع الأسلحة من قوات دفاع المابان واصفا إياهم بالجيش الأبيض وذلك إسوى بالجيش الأبيض الذي يحارب في صفوف متمردي جنوب السودان مؤكدا هدوء الأحوال الأمنية بالمابان وتابع المحافظ قوله في هذا الصدد. هاي السلام لنا قرار بتاعين العاطي الجيش العقد خلاص المجرم ويعاون يشيل الأسافر بتاعهم في داخل المدينة يمشي في حدود في المعلات ترامب لأن القرارات أنا منطقة متخبئة معهم مقعدات بتاعهم هنا منطقة كبير ما في حاجة ما بذكر يكون بمشي في داخل مدينة بشنا حتى دار يجي في داخل سوق قال يجي في زميق الملكة هو اللبس العادي جاء مواطن البمشي فوق. تعاني عشرات الأسر بمدينة الرنك بشمال عالي النيل